شروق، هو انت مين قال لك ان عندك اصلا fear of commitment؟ هل انت اللي حسيتي ولا حد سلط الضوء على ان دي مشكلة عندك؟ اول حاجة انا بس عايزة يعني افوكس على حتة معينة، ان احنا بسبب المصطلحات الكتير اللي بقت بتطلع على السوشيال ميديا، مثلا عندي trust issues، اصل fear of commitment، اصل مش عارف هما ايه، كومبو كده مع بعض فاه دايما. فيعني مني انا جاية النهاردة مخصوص عشان حتى اعرف من الدكتور انه انا امتى ابقى انا فعلا عندي اقول ان انا عندي fear of commitment، ولا انا ما قابلتش الرايت بيرسون، او ما خدتش الجوب اوفر الصح، او ما انت لقيتش ده الحاجة متمثل عندك يا شروق في الصح. الشغل ولا كوميتمنت مع بني ادمين؟ انا عندي في يعني علاقات اقصد انا يعني. من يعني مثلا من زمان ليه حسيت ان انا عندي، او ان انا ممكن اكون بحس، وقابلت اشخاص برضو عندهم كده، فبرضو فكرة الالتزام، حتى لو بدواء، لو دكتور مديني دواء ان انا اخده كل يوم مش عارف ايه، انا مش هاخده غير وانا محتاجاه، مش قادرة استحمل فكرة انه انا مستدام عندك طول مشكلة مع الوقت. الاستمرارية يعني. وان انا في حاجة أنا ملتزمة بيها، يعني أوردر عليا إنه أنا مضطرة ألتزم بيها. برضو في الشغل، إن أنا فكرة إن أنا أكون ملزمة بحاجة، دي بتكون بتخنق، بحيث إنها بتخنق استيل. برضو لو حد مثلا جرب إن هو لو هنتكلم في الريليشنز، وحصلت كتير إنه حد هيحاول يقرب، أو إن هو يحاول إن هو يدخل في ريليشن شيب، أنا كنت بهرب، عشان اللي ده هو التزام انا بحد، يا ده نهار ابيض، هو انا هقضي حياتي كلها مع الشخص ده؟ خلاص كده، طب مش عارف ايه، انا كده هتدبس. برضو ما اقدرش اقول هو انا كده فعلا عندي ولا لا، ولا هو انا ما قابلتش الشخص الصح، او انا ما لقيتش الحاجه اللي انا هتفت مع شخصيتي. فدي برضو يعني محتاجين ان احنا نعرفها من الدكتور. وبرضو قابلت بقى شخصيات ضيعوا عليهم فرص كتير، او اشخاص فعلا كانت كويسه معاهم بتحبهم، لمجرد ان هم خايفين، مش عارفين نهاية الحاجة ايه، فخايفين يدخلوها، فليه نضيع مجهود ومش عارف ايه والكلام ده. فهمتك. طب